بالنسبه لك الاداء تاع اليوم كان خير من المقابله اللي فاتت، مي ما يخفالكش بلي المقابله الاولى كانت صعيبه، ديربي مغاربي وافتتاح اول مقابله، كان لازم علينا كنا بالك كنا سيربريس، كنا لازم علينا نربحوا. هذيك هي الحاجه اللي كما نقولوا ما خلتناش نحطوا بالو وما نلعبوش اللعب تاعنا، وحنا كشغل كنا شويه اليز اليوم، عرفنا كيفاش نجيريو الماتش الحمد لله، مازال ان شاء الله الاداء يزيد يتحسن المقابله الى المقابله.